الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من السادة الحضور سامعين الصوت يتفضلوا يجاوبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد جمعية الدارين الخيرية المصرية للتعليم عن بعد والمشهرة برقم 2755 لسنة 2011 وسط الإسكندرية أن ترحب بكم جميعا في أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم الإلكتروني المجاني، ونلتقي اليوم مع المحاضرة رقم 16 لدورة الإعداد لامتحان محترفي إدارة المشروعات. في بداية المحاضرة نود أن يعني نبشركم خيرا، إن شاء الله عز وجل تم إشهار الجمعية التي ستشرف إن شاء الله عز وجل بدورها على الأكاديمية بوجه عام، وبالتالي إن شاء الله عز وجل سنتمكن من إصدار شهادات الحضور وشهادات اجتياز الدورات للسادة الدارسين بالأكاديمية إن شاء الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المهندس محمد زكي. طيب، ندخل في موضوع محاضرتنا النهاردة. احنا اتكلمنا اولا، الناس كلها حاضرة المحاضرة اللي فاتت، كل الزملاء اللي موجودين حضروا المحاضرة اللي فاتت. جست 20، جست 19، يا ريت غير اسمك. جست 16، جست 13، يا ريت غير اسمك عشان ايه نقدر نتواصل. طيب، احنا بنكمل مسيرتنا ان شاء الله عز وجل في ادارة المشروعات. احنا بنعتبر هذه الدورة هي دورة كده برين ستورمنج اولية، بنجهزكم ان شاء الله عز وجل بيها للدخول. طيب معلش يا باشمهندس محمد زكي، ما خدناش حاجات كتير يعني، للدخول الى معهد الدارين لاداره المشروعات والتشييد. المهندس اشرف، ايوه وصلني، وصل، بعت لنا الريسك ريجستر، بس نظرا لان عدد اللي بعته الريسك ريجستر مش كتير، فانا شايف ان احنا هنؤجل مناقشة الريسك ريجستر للمحاضرة القادمة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن ان هو يبعت لنا الريسك ريجستر. تمام، يا ريت لما يبقى في علينا جوب نعملها او في تاسك معينة نعملها. المرة اللي فاتت ادينا تاسك ان الناس بناء على اللي فهموه يعدوا ريسك ريجستر، وصلني من المهندس اشرف نصر بس هذا الايه العمل. تمام، ونرجو من باقي الزملاء ان شاء الله عز وجل اعداد الريسك ريجستر وارساله حتى يتم مناقشته. طيب، احنا في رحلتنا، اولا كم واحد حاضر اول مرة؟ في حد بيحضر لأول مرة يكتب لنا واحد. جست 19، تخصص حضرتك ايه؟ جست 19 تخصصك؟ طيب، قبل ما يقول لنا تخصصه هنكمل. احنا قلنا سريعا في إدارة المشروعات احنا شغالين في الدايرة اللي بنفضل شغالين فيها جواها، اللي هي بلان دو تشيك اكت. وخدنا دلوقتي احنا شغالين في البلاننج، وصلنا فيه الى ايه؟ الريسك بلاننج. النهارده
مرينا بأربع مرينا بكذا عملية تخص الريسك مانجمنت، تمام، والنهاردة بنكمل هذه الايه المسيرة. مرينا بتخطيط إدارة المخاطر، مرينا بتحديد إدارة المخاطر، مرينا بإجراء التحليل النوعي للمخاطر، النهاردة بنجري التحليل الكمي للمخاطر. تمام، البرزنتيشن المهندس احمد جلال اللي عطلكوا لينكات قبل كده تاخدوها مفيش مشكلة. طيب النهاردة بنكمل. الزميل الجيست 19 واضح ان هو مش معانا، ما جاوبناش هو تخصصه ايه عشان نقدر نقول له او نساعده. طيب يمكن مش موجود على الجهاز. النهاردة بنتكلم على بيرفورم، لا الزميل اللي حط دلوقتي روابط لكتاب البيم بوك اشرف لو سمحت مش مسموح ان انت تحط حاجة زي كده. الزميل اللي داخل دعم فني لا، ما احنا عارفين الرولز، ما ينفعش احط الحاجة وبعدين اقول انا اسف يعني. خلاص بعد المحاضرة ان شاء الله باشمهندس اشرف نتفهم. طيب النهاردة البرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس، هبتدي بقى عايز اوصل للريسك دي انا عمال اتكلم فيها وكده. طب القيمه بتاعتها ايه؟ يعني الكلام اللي احنا كنا عمالين نتكلمه ده احنا كلنا مهندسين، كلام الانشا ما نعرفوش. في الاخر كل حاجه عندنا المفروض تتحول الى فاليو، قيمه، تمام. فقلنا علشان نحدد بقى الريسك دي نحولها ونترجمها لقيم هنعمل تحليل ايه كمي، خلاص اللي هو بنقول ان هو تحليل ايه عددي يعني، تمام. ما فيش مشكلة يعني، بس انا هديلكم ايميل تبقوا ابعتلي على الموقع يا باشمهندس محمد زكي وانا بفتح ايميل الموقع. خلاص تمام. طيب الكوانتيتيف ريسك اناليسيس بقى هي عمليه ظريفه جدا جدا جدا، وهتلاقوا ان يعني مفيش اسهل من كده يعني. لحد دلوقتي اعتقد ان الريسك الناس كانت معتقده انها هتطلع حاجه صعبه، لكن انا لو تفتكروا في محاضره سابقه من بالظبط من 10 محاضرات قلت لكم احنا خلصنا البروجكت مانجمنت وخلصنا الصعب فيها، تمام، مع ان كان وقتها الناس معتقده ان احنا خلصنا السهل ورايحين على الصعب. طيب هو بيقول لي باختصار شديد انت النهارده عايز تعرف تكلفه، تمام، او الامباكت الكوست او الامباكت، خلاص تقيسهم بتوع الايه بتوع الريسك دول. طيب العملية دي هتعملها على كل ريسك، كل ريسك بتظهر لك على حدة، وبعدين بنبتدي نجمع الكلام دوت عشان نشوف الاوفر اول كوست بتاعت الريسك بتاعتي هتطلع كام. في البيم بوك هتلاقوه ماشي بترتيب، يعني بيقول لك انا بعمل ريسك ايدنتيفيكيشن، بعمل كواليتيتيف ريسك اناليسيس، بعمل كوانتيتيف ريسك اناليسيز، وبعدين بعمل الريسك ريسبونس ايه بلاننج. ده الخطوات المنهجيه. الناس الاكسبيرينس بقى في الموضوع في منهم بينط هذه الخطوات، بيفوت خطوه بناء على ايه تفويته لهذه الخطوه، بناء على الاكسبيرينس المكتسبه بتاعته. خلاص ما فيش حاجه تانية يقدر يرجع لها غير ايه اكسبيرينس. فممكن الاقي واحد بيشتغل ريسك ايدنتيفيكيشن ويروح للكوانتيتيف ريسك اناليسيس مباشره، او الاقي واحد
بيقفز من ايه، من الكواليتيف ريسك اناليسيز للريسك ريسبونس. وده ممكن يكون منطقي احيانا، مش لازم يطلع قيمه فاليو فلوس، مش لازم يطلع قيمه فاليو تتقاس بايه، بفلوس او تمام. فلو لقينا بيعمل كده ده مش خطأ، لكن في امتحان البي ام اي، امتحان بتاع البي ام بي، يبقى خطأ. لان البي ام بي بيفترض ان انت راجل مثالي، مدير مشروع مثالي. قالوا لك امشي خطوة واحد تمشي خطوة واحد، خطوة اتنين تمشي خطوة اتنين، تلاتة تلاتة، اربعة اربعة، ماشي على ايه، على قضيب سكة حديد. تمام. طيب ازاي بقى نقيم الايه، الاحتماليه بتاعه حدوث الريسك وتوزيعها؟ لو تفتكروا اديناها لكم قبل كده في الايه، الكوست استيميت، وكان في الايه برضو في البلاننج في التايم مانجمنت. قال لك باخد البيسيمستك بلس 4 موست لايكلي بلس اوبتيمستك على 6 عشان اطلع الايه، probability بتاعت حدوث هذه الايه، الريسك. تمام. ما انا عايز اشوف الامباكت بتاعها، لازم الاول اشوف ايه امكانيه حدوث. هل هناك حد مش عارف بسيمستك موست لايكلي اوبتيمستك؟ في حد ما يعرفش دول؟ طيب لو ما طالما ما حدش جاوب يبقى الناس كلها عارفه. انا بس محتاج جست 16 وجست 13 من فضلكم غيروا اسمكم. طيب اذا دوت الايه، الاستيميت بتاعي. طيب ممكن بقى في الحالة دي اعمل بقى البروبابيليتي ديستريبيوشن. خلاص البروبابيليتي ديستريبيوشن بتاع الشيء نتيجة العملية اللي أنا عملتها دلوقتي ممكن يظهر لي في هذه الايه، الصورة المنحنى اللي احنا هنشوفه دلوقتي. أكثر من طريقة للتمثيل. خلاص بكل واحد فيهم يا ريت نبص له كده وايه ونتخيله في نورمال ديستريبيوشن والبيتا ديستريبيوشن، خلاص، والتريانجلر ديستريبيوشن واليونيفورم ديستريبيوشن. ولمعلومات اكتر بقى عن الاشكال دي للي يحب يتعمق يعني، يقدر يرجع للموقع اللي مكتوب ايه تحت. اوكي. طيب بعد كده في هذا الشأن معلش اسمحوا لي لان عندي في الوضع. اسف انا سلمك. طيب نكمل ان شاء الله عز وجل. بعد كده الله يسلمكم جميعا، ببتدي اشوف انا الريسك دي كلها بنقول ان هي انسرتين، صح؟ يعني انسرتين يعني ايه؟ يعني سيناريو ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. طيب ما احنا، طب ما تيجي كده يقول لك ايه، احيانا واحد يرايح مقابله شخصيه او احنا حتى يعني لما بنيجي ندرس تندر او بنيجي نتعامل مع كلاينت، كان دايما عندنا اسلوب كويس قوي كنا بنتبعه، كنا بنقسم نفسنا فرقتين عشان ما تبقاش وجهة نظر واحدة. فرقة بتقول احنا المالك، وفرقة بتقول احنا المقاول. وبنبتدي قبل ما ندخل التندر بقى، خلاص احنا خلصنا ومظبطين، نبتدي نتناقش نيجوسيشن هتمشي بينا ازاي. فاحنا فرقة المقاول تقول احنا كذا كذا كذا، وفرقة المالك ترد عليه تقول له كذا كذا كذا، والفرقتين من نفس الشركة لسه لا رحنا للمالك ولا حاجة. دي اسمه ايه؟ ده اسمه سيناريو، بشوف ايه اللي هيحصل. تمام. طب ليه بشوف ايه اللي هيحصل؟ عشان ابتدي يبقى عندي خطط لمواجهة اللي هيحصل.
تمام. نفس القصة في الريسك. الريسك ببتدي اعمل برضو زي عملية محاكاة للي ايه للي هيحصل واشوف النتيجة. من الحاجات بقى المشهورة في السيميوليشن اند موديلنج تكنيكس خلاص في هذا الموضوع هي مونت كارلو اناليسيس. في حد سمع بيه قبل كده مونت كارلو اناليسيس؟ اللي سمع مونت كارلو اناليسيس يكتب لنا واحد. محدش مر عليه مونت كارلو اناليسيس؟ طيب عامة يا جماعة مونت كارلو اناليسيس ليه سوفت وير عاملاه شركة اوراكل بريمافيرا خلاص، بتقدر تشتغل بيه. خلينا ان شاء الله لما يفتتح المعهد رسميا الخاص بإدارة المشروعات هنتوسع بقى في قصة مونت كارلو اناليسيس ده، لان هو ظريف جدا 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 خلاص. هتلاقي ان انت لو عندك مشروع واحد مثلا بيقول لي اوبتيمستيك وستة واربعة موست لايكلي زائد اوبتيمستيك على ستة، وابتدي احسب وابتدي اعمل. لو عندك مشروع بقى فوق العشر تلاف نشاط، هتبتدي انت بقى تعمل الكلام ده مانيوال؟ لا، مونت كارلو بيعمل لك القصة دي بقى. مونت كارلو انت بقى اللي هتدي له كمان الرينجز، تقول له الاكتيفيتي من كذا، انا والله مدي له استيميت 10 ايام، طيب بلس كام؟ بلس 20%، طب ماينس كام؟ ماينس 10%. خلاص ده انت بتديه المونت كارلو. مونت كارلو بقى بياخد القصه دي يطبقها على كل انشطه المشروع خلاص. انت بقى اللي تقدر تغذيه، يا تقول له كل اكتيفيتيز المشروع انا عملت الاستيميت بتاعها تقريبا هي هتطلع بلس اور ماينس كذا، يا اما تبتدي اكتيفيتي اكتيفيتي نتيجه تحليل الريسك اللي الناس بقى بتاعتك عملته، تغذي البرنامج بهذه الايه الداتا، وفي الاخر بقى البرنامج يطلع لك الايه، يطلع لك للمشروع ككل خلاص، يطلع لك الاوبتيمستيك ديوريشن والموست لايكلي والبيسيمستيك، ويدي لك الايه الثري بوينت ايه فورمولا. الحته دي مفهومه؟ طيب هي بتتعمل اوتوماتيك على فكره بالبرنامج، والبرنامج يمكنكم ان انتوا تدخلوا على اوراكل برمافيرا تجيبوه للاستخدام الشخصي. لا، ما اصل مونت كارلو اناليسيس ده فيه رسائل ماجستير ودكتوراه. فانت ايه مونت كارلو اناليسيس باختصار شديد هي عمليه محاكاه. انت عندك مثلا دلوقتي بنقول اكتيفيتيز يا باشمهندس احمد مصطفى، ففي ريسك معينه. الريسك دي زي ما احنا قلنا هتطلع لي حاجات بالبوزيتيف والنيجاتيف تمام. فانا مثلا من ضمن الاستخدامات، المثال اللي انا اديته لك قلت لك وانت بتعمل استيميشن للديوريشن خلاص، قلنا الديوريشن مثلا بتاعتي هي 10 ايام بلس اور ماينس مثلا يومين، فببتدي ادخل الداتا دي لمونت كارلو في تمام، وبيبتدي هو يعمل لي الايه، نحسب الحسابات دي عشان اطلع في الاخر حاجه توتال. تمام باختصار انت تقدر تبقى المحاضرات موجوده، الدعم الفني يديك اللينكات ان شاء الله، باشمهندس اشرف اديلهم لينكات المحاضرات اللي فاتت على المنتدى. طيب احنا عندنا قلنا المونت كارلو اناليسيس ده هو يا جماعة عملية محاكاة بس مش أكتر، سيميوليشن خلاص. وببتدي من السيميوليشن ده أقدر أحدد الإيه المواضيع ماشية إزاي تمام. المحاضرات من 4 ل 15، المحاضرة 1 و2 و3 مش هتلاقيهم، ادخل على المحاضرة رقم 9 الساعة الأخيرة فيها هتلاقي فيها مراجعة سريعة على 1 و2 و3. طيب قال لك في كمان عشان اقدر اكمل عمليه الكوانتيتيف اناليسيس دي، قال لك في حاجه بنسميها تحليل الحساسيه تمام. تحليل الحساسيه سنسيتيفيتي اناليسيس. قال لك ايه السنسيتيفيتي اناليسيس ده خلاص؟ قال لك ببتدي امسك
برضو كل نشاط او كل فيز في المشروع، وابتدي اشوف ان عدم التأكد او الانسرتينيتي ده بيأثر لي في الموضوع ازاي. فيز واحد دي انا بقول دي هتتكلف 10,000، من 10,000 دولار، خلاص بلس اور ماينس 10,000 دولار، الريسك دي هتتثبت في بلس اور ماينس 10,000 دولار، وممكن تتثبت في زيرو عشان ما حدش يستغرب ازاي الخط اللي في الوسط ده زيرو، لان الريسك دي ممكن ما تحصلش. فيبقى الريسك دي خلاص بقول ان هي خلاص ممكن تبقى اللي يحصل، يا اما تكلفة، مثلا خد على تكلفة العمالة، يا العمالة تكلفتها تزيد بقيمة 10,000 دولار، يا تقل بقيمة 10,000 دولار، يا تفضل ثابتة، تمام. ويبتدي يرسم الموضوع دوت للاكتيفيتيز والفيزز الموجودة في المشروع، هيطلع له في الاخر شكل يماثل شكل مين؟ شكل الاعصار، تورنادو دايجرام. شايفين الشكل اللي ظاهر لنا؟ على فكرة الكم حاجة اللي احنا بنقولهم دلوقتي دول كم الاسئلة عليهم في الامتحان وهمي، تمام، بس احنا هنتدرب ان شاء الله على الاسئلة، ما حدش يقلق يعني، تمام، لنا تدريبات طويلة على الاسئلة، بس احنا لا نريد تحويل هذا الدورة الى اكزام اورينتد، لا ما تبقاش اكزام اورينتد، تشوف البروجكت مانجمنت الاول بتتكلم عن ايه خلاص، وبعدين هتلاقي نفسك بعد كده بتحل الامتحانات. الخطأ الذي يقع فيه الكثيرين بيبتدوا اول ما يبتدي ذاكر شابتر نمرة واحد، قام داخل حال الامتحانات نمرة واحد، شابتر اتنين حل الامتحانات نمرة اتنين، طب وبعدين انت ما ربطتش، خلاص خلص كده على كده كتب شهيرة في هذا الموضوع، ويقوم داخل بعضه وداخل الامتحان، في احيان كثيرة جدا بيسقط، في احيان كثيرة جدا بيسقط خلاص، يعني بنسبة فوق انا متوقعها كده فوق 70% اللي بيمشي بالطريقة دي ما بيعديش من اول مرة، تمام. فخلينا ما نبقاش ايه exam oriented ايه engineers، خلينا نبقى ايه knowledge oriented engineer، عايزين ناخد النولج الاول نفهمها، احنا خلاص هنحل اي امتحان خلاص وهنتمرن عليها ان شاء الله. طيب نيجي بقى للتورنيدو دياجرام دوت، خلاص نتيجة الشكل بتاعه، وما واحد يقول لك ليه سموه تورنيدو، قول له هو شكله اعصار. طيب ومن ضمن الاشكال اللي ممكن تنتج عن ذلك خلاص اللي هو ايه السبايدر دياجرام بالشكل دوت، نتيجة الايه اللي قلنا البلاس والماينس والموست لايكلي الايه الموجودة. طيب انا شخصيا حاليا مش عايزين نستفيض في، يعني مثلا انت حتى دول مش بتلاقي البيمبوك متكلم عليهم كتير قوي، فاحنا مش عاوزين نستفيض فيهم في الوقت الحالي، هيجي لهم ان شاء الله في اسئلة الحاجة اللي احنا ما بنستفيضش فيها، اعرف ان دي في الاسئلة جاية لنا، خدت بالك؟ فبالتالي هن ايه واحنا بنحل اسئلة ان شاء الله هنستفيض فيها، خلاص. طيب بعد كده الكلام ده بقى عايزين نشوف تحويله لفلوس، خلاص الـ AVM القيمة بقى المالية المتوقعة لهذا الموضوع احسبها ازاي. الموضوع سهل وبسيط، انا مش هاخد المثال اللي الكتاب عطيه عشان هو ايه شوية يدخل فيه شبهة شرعية قوية، لان ايه واحد بيلعب جيم بمكسب فلوس ومش مكسب فلوس، احنا خلينا ناخد حاجة تانية خالص، هناخد المثال ده هوت اننا عندي تلات اوعية خلاص، وبعدين بحب التلات اوعية دول في مثلا في واحد بس في تفاحة، فانا عايز اطلع التفاحة، فاحتمالية ان انا اطلع التفاحة تطلع كام؟ تلاتة وتلاتين في المية، تمام؟ التلت
هي دي الاحتمالية، كلنا خدنا الاحتمالات احتمال قبل كده في اللي كان منا علم رياضة، أو حتى متهيألي علم علوم كانوا بياخدوه على أيامنا. تمام؟ طيب، فيبقى الاحتمالية 33%. طيب، يبقى أنا لو قلت عندي 3 أحداث ممكن يحصلوا، 3 احتمالات للحدث بتاع الريسك ده، خلاص؟ الحدث الأولاني يكلفني 10 جنيه، خلاص؟ والحدث التاني يكلفني 20 جنيه، والحدث الثالث يكلفني 30 جنيه، خلاص؟ يبقى القيمة بتاعت الـ EVM اللي هتخرج ديت، تمام؟ هو مش حدث، أنا هو الاحتمال، يعني الاحتمال الأولاني للحدث ده، هم كلهم حدث واحد، الاحتمال الأولاني يكلفك 10، الاحتمال التاني يكلفك 20، الاحتمال التالت يكلفك 30، كل واحد 33%، تاخده تضربه في قيمة التكلفة يطلع لك التوتال ايه؟ EVM. تمام؟ هنشوفها دلوقتي حالا ازاي بقى الـ EVM دي تؤثر على اتخاذ القرار. خلاص؟ شايفين الجدول ده؟ هيجي لك يقول لك مثلا عندك ريسك نمرة 1 احتماليتها 10%، طيب وتكلفتها تكلفة كام؟ الامباكت بتاعها كام؟ الامباكت بتاعها 2000 دولار، فمش هاخد ال 2000 دولار كلهم اعمل حسابي عليهم. جت 16، في حاجة مش فاهمها؟ طيب، أول ريسك عندي هتكلفني 2000، تمام؟ يبقى احتماليتها 10، يبقى اما اجي احسب الاي في ام تطلع لي كام؟ اخد 10% منها من التكلفة، لان هي احتمال تحصل ب 10%. الريسك نمرة 2 احتماليتها 20%، تكلفتها 3500 دولار، يبقى برضو نفس الكلام، اخدها بنسبتها اضربها فيها تطلع لي 700 دولار، وهكذا. ريسك 3 15%، 1700 دولار تطلع لي 225، وافضل ماشي كده. خلاص، في الاخر يطلع لي الريزيرف اللي المفروض اعمل حسابي عليه كام؟ 1205 دولار. الاخطاء بقى مفيش بقى واحد ايه يروح يقول لك انا عشان ابقى راجل مظبط حالي على الريسك ومعنديش مشاكل، يقوم واخد ال 3500 دولار اللي هم اكبر رقم. خلاص، دي طريقة غير صحيحة. تمام كده؟ الجزئية دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، فيعني انا اتمنى ان الناس تجاوبني على السؤال دوت. الشرح واضح ولا احنا قلناها بسرعة ولا محتاجين نقولها تاني؟ لان مبني عليها حاجات كتير. طيب، طيب يعني الجزء الأخير مرة تانية، مرة تانية. سوري، هي اي انا قلت اي 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 في ام، هي اي ام في، اي ام في زي ما هي مكتوبه، هي اي ام في. مهندس احمد مصطفى معاك حق، هي اي ام في. طيب، الحته تاني انا بقول لك ان انت عندك ريسك حدث ايفنت رقم 1، حسبت تكلفته طلعت 2000 دولار. رقم 2 حسبت تكلفته طلعت 3500 دولار، وقعدت تحسب تكلفة لكل واحد الامباكت بتاعه، تاخد احتمال حدوثه تضربه في الامباكت عشان يديلك الايه الاي ام في بتاعتك. تمام؟
عشان يدي لك قيمة الاي ام في بتاعتك. لكل حدث من دول، لكل ريسك من دول، تبتدي تحسب الاي ام في، تجمعهم على بعض تطلع لك الريزيرف اللي المفروض تاخده في حساباتك في الكوست ايه بيز لاين. تمام، اظن المهندس محمد زكي كده وضحت. طيب الحته دي ليه بقى كنا بنقول عليها مهمه؟ لان انت دي هتوديك للديسيجن تري اناليسيس. عايز ابتدي ابقى عندي مجموعه من المشاكل وعايز ابتدي اخد فيها قرارات، مش هاخد فيها قرارات بالايه، مش بالهوى الشخصي، هاخد فيها بايه، تحليل. خلاص يبقى في ديسيجن ميكنج بروسيس بمشي عليها. هجيبها ازاي؟ هجيبها بالحته اللي فاتت دي اهو، بالمونيتري ايه فاليو. بقول ان انا لو عندي ديسيجن معين خلاص، ببتدي اقول ان الـ 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 كل سكه همشي فيها ليها احتمال وليها كوست. خلاص هفضل بقى ماشي في المسار لغايه ما اشوف مين اعلى المسارات في الايه الاي ام في، وبالتالي يبقى ده مسار كويس ولا وحش على حسب الكيز اللي انت شغالها. الاي ام في دي انت شغال على ايه؟ تمام، ايه هو القرار؟ تمام، بس طبعا في الغالب هتطلع معاك الايه الامثله اللي بتيجي في الامتحان، بتطلع ان ايه حسب اذا كانت اوبورتيونيتي بقى ولا مش اوبورتيونيتي، تقدر تحدد الاي ام في بالنسبه لك كويسه ولا لا. هو هنا بقى بنقول خطوات ان انت تعمل ديسيجن تري. ان انت اول حاجه تقول ايه المشكله عندك، ايه اللي عايز تاخد فيه قرار. تاني حاجة خلاص، ايه الاختيارات المتاحة، الاكشنز اللي انت هتاخدها، ديسيجن واحد ديسيجن اتنين. بعد كده الكلام ده هيتفرع منه ان كل ديسيجن من دول له ميزة له عيب له تكلفة معينة، تبتدي ايه تحط الايه تفرع منه الفروع، مش شرط يكونوا فرعين، ده ممكن يكونوا ثلاثة. خلاص، وبعدين بحسب بقى النت باث فاليو، المسار ده كله على بعضه لو مشيت فيه تكلفتي تطلع كام، الاي ام في بتاعتي الريزيرف اللي هاخده يطلع كام. الحته دي عشان توضح ففي عليها مثال اهو، المثال المثال نقوله عشان ايه برضو بيقول لك انت عندك جزء من المشروع عاوز تبنيه خلاص، او deliverable عاوز تجيبه في الاخر يعني تاخده واحد خلاص من اتنين، ما فيش عندك غير اتنين سبلايرز اللي يقدروا يديهولك خلاص. وإذا كانش الايتم ده هيجي لك في الوقت، الاسكيدول بتاعك هيتأثر، وينتج عن التأثر تكلفة مقدارها 2000 دولار في اليوم، تكلفة عمالة. طيب هبتدي انا النهاردة عايز اشوف اخد سبلاير نمرة واحد ولا اخد سبلاير نمرة اتنين. خلاص انا عندي تكلفة التأخير بتاعة توريد هذا المنتج هي 2000 دولار. طيب اروح لسبلاير رقم واحد، هلاقي الانيشيال كوست بتاعته 75000 دولار، والسبلاير نمرة اتنين الانيشيال كوست بتاعته 60000 دولار. ممكن واحد بمنتهى البساطة يقول لك انا اخده 60000، ما تعرفش لسه، هنشوف معطيات اخرى. ايه المعطيات الاخرى؟ قال لك السبلاير نمرة واحد ده بنسبة 80% هيورد لك الحاجة في الوقت، وبنسبة
20% هيتأخر لمدة 5 أيام. ال5 أيام دول احنا قلنا تكلفة اليوم عليا بكام؟ ب$2000. يعني ال5 أيام دول غالبا هيكلفوك $10,000 زيادة على المبلغ اللي هو حاططه لك الايه؟ المورد. تمام؟ ناخد سبلاير نمرة 2. قال لك انا تكلفتي الاساسية $60,000، وبعدين انا عندي 10%، 10% خلاص ان انا هجيب لك الحاجة في الوقت، و20% هتأخر عليك 5 ايام، و70% هتأخر عليك 14 يوم. عايزين ناخد ديسيجن، ناخد انهي سبلاير عشان يبقى الاقل ريسكا فيهم. تمام؟ الناس متابعة معايا المعطيات لحد دلوقتي؟ عشان دي اللي هنبتدي نحل عليها المثال. لو حلينا ان شاء الله المثال ده مفيش مسألة هتجيلك في القصة دي في الامتحان، ولا حتى وانت بتشتغل يعني ايه تبقى بتمثل لك مشكلة. نفهم الاول معطيات المثال. 2 مقاولين، خلاص كل واحد ليه احتمالية يورد في الوقت، وفي احتمالية تأخير، خلاص، وكل تأخير وله تكلفة. سريع ازاي يا باشمهندس اشرف؟ ماشي، نقولها لك تاني. الناس كلها يعني ايه جاوبت ان هي متابعة. ركز معايا انا يا باشمهندس اشرف، بقول لك عندك 2 مقاولين كل واحد فيهم مدي لك اوفر، ومع هذا الاوفر طيب يمكن الايه ماشي نعمل لكم بول تانية مفيش مشكلة. طيب خلاص اوكي، جست 30 ماشي. قال لك ان انت واحد فيهم يكلفك 75 وواحد يكلفك 60، بس ما حطيناش نقطة على السطر. قلنا ابو 75 ده احتمال بنسبة 80% انه هيجيب بيورد في الوقت، و20% هتأخر 5 ايام. والسبلاير نمرة 2 احتمال 10% انه يجيب في الوقت، 20% انه يجيب متأخر 5 ايام، 70% احتمالية انه يتأخر 14 يوم. هنبتدي بقى ندرس هذه المسألة ونأخذ قرار نروح لسبلاير نمرة 1 ولا سبلاير نمرة 2، مع العلم ان سبلاير نمرة 1 ظاهريا تمام تكلفته اقل ظاهريا، انت لسه ما حسبتش. ما يهمناش الاجابة، يهمنا الطريقة يا جماعة. خلاص، يبقى ده اصبح عايز اخد قرار وليه احتماليتين، ابتدي ارسم الشجرة بتاعتي سبلاير 1 وسبلاير 2. تمام؟ بعد كده سبلاير نمرة 1 عنده احتماليتين، يا 5 ايام تأخير يا 5 اون تايم. تمام؟ وال5 ايام تأخير احتماليتهم 20%، والاون تايم احتماليته 80%. سبلاير نمرة 3 عنده 3 احتماليات، اون تايم تمام، اون تايم قال لك 20%، 10% اون تايم، و20% خلال 5 ايام، و70% يتأخر 14 يوم. طيب لما اجي اخدها سبلاير نمرة 1، سبلاير رقم 1 قلنا احتمالياته هي being on time 80%، و20% 5 ايام تأخير، والاخر 10% on time،
20% يتأخر 5 أيام، و70% يتأخر 14 يوم. هنا في حاجة مش مظبوطة. طيب انيها، وخلينا نكمل وبعدين نصحح. طيب ناخد تابلار نمرة 1 اللي هو 5 أيام تأخير في 20% و80 اون تايم. تمام، 80 اون تايم يبقى ده كتير، وهنا تكلفة زيادة. و20% 5 أيام تأخير، هتضرب ال 20% في الايه؟ في ال 2000. طيب يبقى في الحالة دي بيقول لك عشان تحسب هتيجي تقول تحسب كل مسار فيهم هيكلفك كام. هنشوف الحسابات. ادي الخمس ايام تأخير يكلفوني توتال $10,000، لكن احتماليتهم 20% يطلع لك $2000. $2000 تمام. يبقى هذا المسار اللي هو 4A دوت، لو خدت السبلاير نمرة 1 تطلع التكلفة بتاعتك القصوى يعني هي $2000 زائد 75,000، يبقوا $78,000. الأخ التاني تمام، الأخ التاني هنا بس في تداخل عشان تبقوا يعني برضو فاهمين هو عمل ايه. في تداخل ما بين ال5 أيام وال10 أيام، في تداخل بين ال5 أيام وال10 أيام. تمام. طيب النهاردة هو عنده 40% يتأخر 14 يوم، تكلفة ال14 يوم 28,000، اخد نسبتهم 19,600، يبقى ده المسار بتاعي بيكلفني قد ده 60,000 زائد 19,600. 5 أيام تأخير نسبتهم 10 تديك $2000. تمام. والسبلاير نمرة 2 اللي لو جاب لك اون تايم نسبتها 50% تكلفة بتاعتك ايه ليها؟ زيرو. تمام. النسب مش هي، انا معاك يا باشمهندس اشرف. خلاص ده مثال مش اكتر. خلاص في النسب لما هو جاي يشتغل خلاص اخد هو دمج احتمالية ال14 يوم مع الايه مع التأخير، كان عنده تأخير 5 ايام. خدت بالك ليه؟ لان انت عندك ال14 يوم نسبتهم كانت 70% being on time هي 10%. خلاص هو بس هنا في حله للمثال حدث لخبطة. تمام. فانت بتاخد الايه القيمة، انت هتاخد 14 يوم بتحدث 70%، التانية هتحدث الاون تايم 10%، والتأخير 5 ايام 20%. خلاص وتبتدي تحسب قيمة كل واحدة فيهم. تمام. هو صح على اساس الدمج، على اساس دمج الاحتمالية. تمام. على اساس دمج الاحتمالية. انت لو خدتها being on time supplier نمرة 2 10%، يبقى احتمالية ان هو يجيب الحاجة اون تايم 10%، واضحة ما فيهاش شك. هو هنا قلبها اون تايم 50%. تمام. ما هو لو اتأخر 14 هيبقى اتأخر 5، ماشي انا معاك، لكن اون تايم، اون تايم احتماليتها 10%، لازم تظهر لي قيمتها كام؟ في اوفرلاب. انا معاك في اوفرلاب، لكن افكر فيها بالراحه. الاون تايم احتماليته كام؟ الحكم بتاعك
الاون تايم احتماليته 10. خلاص ازاي يتحول ل50؟ بس ده الفيصل عشان ما نفكرش كتير. الفيصل الاون تايم، الاون تايم 10%، ازاي تحوله لي ل50؟ هي دي الفكرة من غير ما نفكر في تداخل. خلاص هو 10 واحتمال التانيين 90% انهم يحصلوا. تمام. anyhow الحكمة في المثال ان احنا نفهم الطريقة مش نطلع الارقام دلوقتي. تمام. لان هو في هنا في الكتاب لا في لينا عليه ملاحظة يعني. تمام. هاخد قيمة كل بقى واحد طبقا للحسابات. خلاص. وفي الحالة دي هاخد الديسيجن على اساس الايه افضل يعني. شوف السيناريو بقى الايه الاحتماليات واحسن ليك ايه. خلاص السيناريو الاحسن ليك هو اسوأ قيمة في الاحتمالين، يعني اكبر قيمة في الاحتمال الاولاني 77,000 واكبر قيمة في الاحتمال الايه التاني اللي هي 79,000. فالراجل راح اختار السبلاير نمرة مين؟ نمرة واحد. اختار السبلاير نمرة واحد. تخيلنا. خلاص هي ما ظبطتش معاه بس في النسب لكن زي ما قلنا ان اللي بدايته 75,000 تكلفة والتاني 60,000 تكلفة خدت ابو 75. تمام. خدت ابو 75 لان تكلفته مع ادخال الريسك الكوانتيتيف ريسك اناليسيس تكلفته تطلع ايه اقل. تمام. العمليه بقى ناخدها اهيت. بحتاج لها ايه الانبوتس؟ بحتاج لها الريسك ريجستر والريسك مانجمنت بلان والكوست مانجمنت بلان والسكيدول مانجمنت بلان والاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس. دول اللي محتاجهم كداتا عشان اعمل بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيز. التولز والتكنيك اللي بنستخدمها هي الداتا جاثرنج ريكويرمنت تكنيكس خدناهم قبل كده والكوانتيتيف ريسك اناليسيز اند موديلنج تكنيكس اللي احنا اتكلمنا عليهم مونت كارلو و تمام وطريقتين اخرى هاتين قلناهم. وبعدين الايه الاكسبرت جادجمنت. الكلام ده هيطلع لي اوتبوت اللي هو ابديت للريسك ريجستر. خلاص وقلنا الريسك ريجستر باخده بقى الابديت بتاعه بيروح يسمع في حتت كتير في الكوست استيميت وفي البلان كواليتي وفي الكواليتيتيف اناليسيس هو نفسه وفي الكوانتيتيتيف تاني هو نفسه وفي البلان ريسك ريسبونس وفي المونيتور وكنترول للريسكس وفي البلان بروكيورمنت. لان انت خدت قرار بالسبلاير اهو ففي البروكيورمنت تقدر ايه ده يبقى ايه مؤثر. تمام. دي الريسك ريجستر كلنا عارفينه. الريسك مانجمنت بلان عرفناها. كوست مانجمنت بلان سكيدول مانجمنت بلان اورجانيزيشنال بروسيس اسيت تكنيكس داتا جاذرنج. خلاص الكوانتيتيف ريسك اناليسيس اند موديلنج تكنيكس خدناهم. خلاص سنسيتيفيتي ديسيجن تري اناليسيس اكسبكتد مونيتري فاليو الموديلنج والسيميوليشن اللي هو مونت كارلو. خلاص دول بيساعدوك. الاكسبرت جادجمنت كلنا عارفينها بقى الايه راي الخبراء. الاوت بوكس الاوت بوكس بتاعتك الريسك ريجستر ايه ابديت.
وصلنا للبلان ريسك ريسبونس. حقيقة أنا إيه أود أتوقف عند كده، لأن أنا يعني شوية مش هقدر إيه. لو بدأناها لازم نكملها بالكامل، تمام، فأتوقف عند ذلك. عامة إيه، ممكن أديلكوا أوفر فيو سريع عليها بحيث نجهز نفسنا ليها للمرة الجاية، بحيث نبقى نقولها بسرعة. خلاص هقولها بسرعة جدا. الريسك اكشنز بتاعتك، عندك 3 انواع من الاكشن: ذا ريسك ريسبونس، كونتنجنسي بلان، فيل باك بلان. اهم حاجه عاوزك تعرفها في القصه دي امتى كل واحده فيهم بتشتغل. ريسك ريسبونس تبقى الريسك لسه ما حصلتش، الريسك ريسبونس الريسك لسه ما وقعتش، ده اهم شيء. الكونتنجنسي بلان تبدا النشاط دوت يظهر عند وقوع الريسك. خلاص الفيل باك بلان تظهر عند الفشل في التصدي للريسك بواسطة الكونتنجنسي بلان. دي اهم نقطة عايزك تعرفها في الايه، الريسك ريسبونس اكشنز. خلاص واضحة تاني عشان ما نتلخبطش، لان يجي لك بقى في الامتحان تكست طويلة ممكن تبقى صفحة كاملة، وفي الاخر السؤال يقول لك مدير المشروع ده عمل الريسك ريسبونس غلط او الكونتنجنسي بلان بتاعته كانت غلط ويتوهك، او الفيل باك بلان بتاعته كان فيها خطأ. خلاص هو عايز يفهم منك انت فاهم الفرق بين التلاتة ولا لا. فالفروقات الواضحة والصريحة بين التلاتة: ريسك لم تحدث بعد، يبقى اللي بيحصل كله القصة كلها اللي بيحكيها لك فوق تبقى ايه، ريسك ريسبونس. الريسك حدثت خلاص وشغالين فيها بقى، تمام، يبقى دي كونتنجنسي بلان. الموضوع فشله في مواجهته خلاص وبيروحوا للبلان بي، بنسميها في عالم إدارة المشروعات بلان بي، البلان بي راحوا لها، يبقى هي دي الفيل باك ايه، بلان. خلاص دي أهم حتة عايز أوصلها لك في الريسك ايه، ريسبونس. طيب بلانينج، ريسك ريسبونس بلانينج. خلاص هنتوقف لهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. المرة القادمة إن شاء الله أنا هخليهم يغيروا لكم. المهندس أحمد جلال كان عايز يوم الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل بإذن الله. دي 6 في يوم الاثنين. طيب يبقى لو في بي 6 في نفس الميعاد يوم الاثنين ما اقدرش اعمل لكم في نفس الميعاد. خلاص يا باشمهندس، بريمافيرا هنكلم المهندس ايهاب، المهندس هاني اسماعيل. لو هيبدأ الساعة 3 يخلص الساعة 4:30، بس انا لو بدأت معاكم 4:30 يبقى هنبقى المحاضرة اقصى حاجة ساعة الا ربع، عشان اذان المغرب هي ايه، هنخلص وايه يا دوبك يأذن. فخلينا يوم الثلاث افضل. خلاص طيب كم واحد عايز يوم الثلاث وكم واحد عايز يوم الاثنين؟ الثلاث يكتبوا واحد، الثلاث يكتبوا واحد. طيب كله عايز يوم التلات. طيب خلاص إيه، عشان محاضرة المهندس منذر انا ممكن التلاتة ابتدي معاكم الساعة 3:30 يناسبكم، ونخلي المحاضرة ساعة بكده يفوتك نص ساعة بس من المهندس منذر ولا حاجة، وتروح تكمل يا باشمهندس احمد جلال. 3:30 توقيت القاهرة على العصر هيكون خلص ولا لسه؟
في ميعادها. خلاص في ميعادها يا جماعة الساعة 4 زي ما احنا. خلاص ان شاء الله عز وجل. خلاص يا شمس احمد جلال، اشكركم جميعا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. و نختم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.